علق برضو احمد الشناوي وانقذ. ادي بالحاج حطها على الارض ومشي بالحاج واديلسون وراسيه جول جول جول. يعود اسوان يعود في الدقيقه 93، لكن كاموني ده كان لازم يبدا من البدايه. ده ديلسون كاموني كاموني ولاموني ويانسوني وكله ده كاموني وديلسون. يعني شوف الكوره اللي ضغط فيها وقطع، وهو اللي بيحاول اللي انقذها محمد حمدي زكي، لكن ديلسون قال له اوعى بقى سيبني بقى سيبني اسجل، راح مجرب ومتابع كورته بنفسه وعلى مرتين ديلسون كاموني يسجل اول اهداف اسوان في هذه